طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بصل من أبطال البصل يدي، أنت طالبت بحقوق البصل، طالبت على مود ماء مالح. قانوننا قانون، هذا من تبي لفلان جهة لا تحاكي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. مسؤولون في بغداد يوم أمس تحدثوا، وأطراف وشخصيات سياسية كذلك في العراق مقربة من إيران، بأن هذه الشخصيات وهذه الأطراف المقربة من إيران اليوم تبذل جهودا بهدف ترتيب زيارة لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الشهرين المقبلين. طبعا هذا يأتي بعد تسريبات وتقارير لوسائل إعلام محلية عراقية بعضها مقربة من ميليشيات الحشد الشعبي، نقلت فيه عن مصادر لم تسميها قولها بأن مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يقوم بترتيب زيارة لبشار الأسد إلى بغداد خلال الشهرين المقبلين. بحسب مسؤول في العراق تحدث مع صحيفة العربي الجديد، فإن أطرافا لم يسميها قال بأنها مقربة من إيران، والحاج سليماني بحسب تعبيره في إشارة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تقوم بتهيئة الأجواء لزيارة الأسد إلى العراق على رأس وفد. كشف بأن هناك رفضا من قوى مدنية وليبرالية وأخرى عربية سنية وكردية للزيارة، وهو سبب كما يقول إضافي لتحفظ عبد المهدي على القبول بتوجيه دعوة للأسد، وكذلك تحفظ برهم صالح عليها. استدرك بالقول لكن الموضوع الرئيس يتعلق بتفسيرات الزيارة في حال تمت، والرسائل التي ستوصلها الحكومة في العراق للمحيط العربي وللولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى والمجتمع الدولي ككل، خاصة وأن الحكومة الحالية تحاول أن تظهر بأنها لا تصطف مع أي محور في المنطقة. أشار المسؤول إلى أن أطرافا سياسية في تحالف الفتح المقرب من طهران طرحت فكرة تأجيل الحديث عن موضوع الزيارة إلى حين بت جامعة الدول العربية في مقعد سوريا فيها وإعادتها إلى النظام من عدمه، حيث سيكون ذلك في حال إعادة الجامعة مقعد سوريا لنظام الأسد يعتبر غطاء لهذه الزيارة بحسب المسؤول الذي تحدث مع صحيفة العربي الجديد. يأتي ذلك في ظل عودة نشطة للعلاقات بين حكومة عبد المهدي ونظام الأسد، حيث تشهد العاصمة السورية دمشق منتصف الشهر الحالي اجتماعا ضم أو شهد هذا الاجتماع الذي ضم رؤساء أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي مع نظيره الإيراني محمد باقري ووزير دفاع نظام الأسد علي عبد الله أيوب. جرى خلال على مدى يومين بحث ما وصفه البيان الختامي للمسؤولين الثلاثة بالتعاون الأمني وملف الحدود بين العراق وبين سوريا. تحدث الخبير بالشأن السياسي العراقي إياد الدليمي لصحيفة العربي الجديد التي أوردت هذا التقرير وهذه المعلومة، قال بأن إيران تسعى لهذه الزيارة، زيارة الأسد إلى بغداد، وبين بأنه لغاية الآن لم يتم تأكيد الزيارة، ولكن لا أعتقد أن الأمر مستبعد. بشار الأسد زار إيران مؤخرا لأول مرة منذ الثورة السورية عام 2011،
وأضاف بأن الحكومات المتعاقبة من حكومة نور المالكي مرورا بحيدر العبادي وأخيرا عادل عبد المهدي لم تقطع علاقاتها وأحيانا دعمها لنظام الأسد، وبالتالي فإن الزيارة من هذا النوع أمر ممكن. وأعرب عن اعتقاده بأن إيران التي تعتبر الداعم لحكومتي بغداد ودمشق معنية جدا بفتح آفاق خارجية أمام الأسد، وهو ما تمخض مؤخرا بلقاء رؤساء أركان الدول الثلاثة في دمشق وإعلان العراق قرب فتح حدود مع سوريا، ما يسمح بفتح منفذ بري مهم لإيران للعبور إلى سوريا وإلى لبنان. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي. أبو أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك بهذه المعلومة أنه على أساس الجماعة في العراق يرتبون زيارة لبشار الأسد إلى بغداد خلال الشهرين الجاية؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أشكركم على هذا البرنامج. أخي العزيز، بالنسبة لزيارة بشار الأسد للعراق إن كانت صحيحة فهي زيارة لكي يعني تقوية بشار الأسد، تقوية هذا النظام على شعبه، ويعني شلون نقول لملمة أوراقه بهذا الوقت، لأن بدأت الشعوب أنه تتحرك لغالب بشار الأسد أو لإطاحة به أو لإزاحته عن هذا الشعب. يعني تدري أنت قبل فترة أكو أنه مؤشرات أو أقاويل لضم سوريا مجددا للجامعة العربية أو للحضن العربي من جديد، لكن بسبب تصرفات النظام هذا، النظام الحاقد، النظام الفارسي أقول لك يا الصريح، هذا النظام بدأ يتخبط حاليا بزيارات لإيران وزيارة للعراق ليقوي جذوره. لكن إن كان الموضوع غير ذلك فهذا دلالة من الحكومة، أنه من الكلام هذا من الحكومة العراقية لتقوية النظام، يعني رسالة إن كانت من بشار وإن كانت من الحكومة فهي رسالة أنه لتقوية هذا النظام، بأنه نظام بشار باقي ونظام بشار يعني لا زوال له، ولكن هو العكس عكس إن شاء الله، نسأل الله أنه يزيل هذا النظام الفاسد بالنظام بشار الذي ظلم شعبه ولحد هذا اليوم يغصف بشعبه، يعني يغصف بالأبرياء. لكن سؤال لمن؟ سؤال الحكومة العراقية التي تتقاضى عن هذه الأمور، والعراق يعني حاليا داعش يعني كرؤية عامة يحب يعزل نفسه عن العرب، يعني يحب العزل عن العرب، يلتجئ للحضن الإيراني. يعني تذكر قبل فترة أو قبل أسبوع هناك كان اجتماع في سوريا لرؤساء أركان الجيش، نعم، ضمن ثلاث دول العراق وسوريا وإيران، فهذا الاجتماع كان لتقوية بشار الأسد، يعني لتقوية بشار لكي يكون واضح للعلن بأنه نظام الأسد باقي، يعني كل الأمور تترجح بأنه تقوية لنظام بشار. أقول لك أكو كلام أنه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وبرهم صالح الآن معترضين أو مترددين بإرسال دعوة رسمية، يعني من باب أنه يعني يجعلون شلون نقول إحنا خط رجعة أو مريدون أمريكا، يعني ولي النعمة لهم تزعل عليهم. والله يا أخي العزيز، هذه حكومة يعني شلون نقول أنا على قولت مثلا قلت لعب الحبلين، يعني مرة تلقاها بالكف الأمريكي ومرة تلقاها بالكف الإيراني. لكن إذا ترجع للحقيقة، حكومتنا الحكومة العراقية بدها تبقى على الحضن الإيراني، يعني بدها تبقى يعني ملتجئة للحضن الإيراني، حتى وإن زعل الحكومة الأمريكي إذا قال الولي الفقيه فينفذون، ماكو أنه يزعلون والله الحكومة، يزعلون عفو الأمريكان أو زعلوا وما زعلوا، عندهم شيء لا أبالي، لأن هؤلاء ليسوا بحكام، ليسوا بناس يعني من النوع اللي يلزمون الحكم، يعني ناس جت من الشوارع، يعني على قولة مثل يقول لموا من الشوارع، على الله يرحمه طارق عزيز يقول هؤلاء مو معارضة، هؤلاء عصابة فعلا والله
قال قوله وصدق. يعني أخي العزيز إن ترضوا والما ترضوا إنه أو ما كان لهم نقول واهس إنه بجاية بشار أسد أو لهم رأي أو ما لهم رأي، هو أول تالي إيران تأمرهم. هي تأمرهم وهي المستولي على البلد، يعني هي اللي تقول وهي هي الأمر هي الناهي. فهذول ما لهم أي رأي، يعني مجرد يعني إذا كان عندهم ردة فعل فهي للرأي العام أو للإعلام بأنه إحنا والله ما نواهس ما نقدر ندع بشار أسد، بشار معزول عن العرب أو عن العالم. فهذا خبث يا أخي العزيز، هذا خبث، لأن إيران هي من أسست الحكم العراق، إيران هي من نصبت الرئاسات الثلاث، إيران لحد هذا اليوم أنت دا تشوف الكابينة الوزارية لم تكتمل. هذا بلد يعني بلد مفروض يعني الحكام الدول العربية اللي جار العراق تقول العراق ما له سيادة، البلد اللي ما مكتملة الكابينة الوزارية ما عنده سيادة، وانت تعرف هذا الشيء ومفهوم يعني بالقانون السياسي والإداري والدستور ما يسمح بأنه حتى وزير الخارجية يزور بلد إذا ما الحكومة كاملة زين. أنت شايف سنة هسه راح تصير سنة بعد منا على الشهر الرابع إن شاء الله، بعد يومين تصير إن شاء الله الرابع، يعني الشهر الخامس تكمل سنة على الانتخابات. هل أنه هذه الحكومة تعتبر يعني فاقدة الشرعية أو عندها الشرعية الكاملة؟ أنت يعني سؤال للعلن للناس، هل أنه الناس تعى هذا الأمر وتفهم بأنه العراق إلى أسوأ أو إلى مجهول؟ ماكو يعني أعتقد الله أعلم، الله أعلم، ما أعرف الجهل، ما أعرف الخوف، ما أعرف أكو أشياء ثانية أنه نومت على خدرت هذا الشعب. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون نشوف يعني رئيس هيئه الحشد فالح الفياض هو من يقوم بترتيب هذه الزياره، زياره بشار الاسد، يعني على اساس انه بعد شهرين يزور بغداد؟ بالطبع احنا من يعني مثل هاي التحالف اللي موجود حاليا بالمنطقه، تحالف الشر اللي تقوده ايران ويقودوه اذرع ايران من حشد طائفي والشبيحه والحوثيين والحرس الثوري قاسم سليماني طبعا يشرف عليهم اشراف تام. فهاي الزيارات، زيارة روحاني قبلها وزيارة بشار حاليا، يعني تدل على أنهم متحالفين وإيد واحدة، إيد شر طبعا، إيد شر في سبيل يقولون بالمنطقة إحنا أكو علاقات ودية بين سوريا والعراق وإيران. وطبعا هي هذه هاي كفة الشر، كل الحكومات الموجودة بالعراق شكلت وشكلت وحمايتهم البشار ودعمهم البشار هو يشرفون عليه الإيرانيين والحرس الثوري. فهذا محور الشر، زيارات مجرد إعلامية في سبيل ينقلون صورة للخليج أو ينقلون صورة للعرب وينقلون صورة للشارع العربي إن هذا التحالف موجود بيناتهم، وهو هذا واقع حال. يعني احنا شفنا بشار الأسد لولا روسيا وإيران وحزب الله والحشد الغير مقدس العراقي كان بشار سقط قبل 6 سنوات، لكن دعمهم له وتأييدهم للظلم وتشريد الأهل السنة بسوريا والعراقيين تشريدهم، هذا كلها تشرف عليه إيران. وهاي التحالفات الشرانية اللي ما وراها فائدة، لا فائدة اقتصادية ولا سياسية ولا دعم أي دعم موجود بهاي الزيارة. شنو زيارة روحاني وشنو دل زيارة بشار المرتقبة؟ ما بيها يعني أي فائدة. في حال تمت إيران شو تريد ترسل رسائل؟ طبعا يعني بحسب المعلومات المسربة أنه إيران وراء هذه ترتيب هذه الزيارة المفترضة، شنو الرسالة اللي توصلها إيران؟ الرسالة وصلت للغرب، للأمريكان، ووصلت للبريطانيين، ووصلت للخليج السعودية، وصلتهم رسالة أن إيران هي اللي تدير العراقيين، الحكومة العراقية وتدير بشار، وهي هي لها تأثير أكثر من عندهم. وإن تريد تقول إيران يعني موجودة بالشرق الأوسط، موجودة بالعراق، وموجودة بسوريا، وموجودة باليمن، وموجودة بلبنان، وهذا واقع حال حقيقة. إيران موجودة ومهيمنة على 4 عواصم دول عربية، وما تنكر هاي الحقيقة أستاذ عمر. يعني فهي تريد توصل رسالة بعد زيارة ترامب الخاطفة والغامضة إلى قاعدة الأسد،
روحاني بعد فترة يعني شفنا الاستقبال مالته وشفنا شلون تعامل مع الحكومة العراقية، يعني تعامل معاهم انهم تابعين، يعني بكيف يطب المحافظات، استقبال ما صار رسمي له، يعني يقول لك اني ابو البلد بكيف يطلع المحافظات، اطلع للكاظم، اطلع التقي بشيوخ العشائر، التقي يعني هو حقيقة هاي الرسالة وصلها روحاني للحكومة المركزية في أمريكا، ويريد يوصل للناس يقول لهم أني اللي أشرف على 4 دول عربية، العراق وسوريا واليمن ولبنان، وهذا واقع حالنا المزري، لكن إن شاء الله مدوم بسواعد الأبطال وبسواعد الخيرين إن الظلم ما رح يدوم مهما، يعني أخذهم هسه الأيام هاي بديهم، لازم الظلم في اليوم ينزاح على هاي الأمة اللي مع الأسف وصلنا إلى هاي الحالة على إيد حرس ثوري وعيد حزب الله وعيد حشد نعم. ميليشياوي مجرم. نعم، أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. طبعا الخبير بالشأن العراقي إياد الدليمي الصحفي يعني أضاف بأن التفسير الأكيد بأن إيران تسعى لتأهيل نظام الأسد وهو ما تعمل عليه، وإلى جانبها روسيا وربما دول عربية أخرى بالفترة المقبلة. طبعا بالمقابل اعتبر عضو التيار المدني ماجد العبيدي بأن زيارة الأسد في حال تحققت فهي إهانة لكل آدمي في العراق، ويعني أضاف بأنه لا يأمل أن تنجح جهود جلب بشار إلى بغداد والقيام بتلميعه كرئيس دولة لا رئيس عصابة كما هي حقيقته كما أشار. كذلك أشار إلى أن هناك أطرافا مرتبطة بإيران تسعى ليس فقط لإتمام زيارة بشار الأسد بل حتى لاستقبال وفود من الحوثيين، وهذا صار في حكومة حيدر العبادي عندما استقبلهم إبراهيم الجعفري بغرض إرسال رسائل مفادها بأن الولايات المتحدة خسرت في العراق وأن نفوذها لم يعد يتجاوز سفارتها في بغداد، وبضعة معسكرات مغلقة محصنة تتضمن بضعة آلاف من الجنود، وختم بالقول بأن غالبية الشارع العراقي ترفض هذه الزيارة من هذا النوع لكن لا أحد يستمع للشارع. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك في قناتكم الشريفة إلى كل العراق الشريف. أهلا وسهلا بيك. أستاذ يعني هو شنو التركيز؟ يعني مشكلة يعني صالح الفياض قاعد بس يصرح، لا عنده أسلوب كلامي ولا عنده قاعدة ثقافية ولا عنده قاعدة أساسية هو والحكومة. فأنا أعتبر أنه كل فاشل في أي دولة عربية من يريد يستند ويقوي مركزه لا يروح إلى إيران وروسيا لا يروح إلى أمريكا، وهذا حال العالم كله والوطن العربي والإسلامي. فإحنا إلى متى أنت تقول حضرتك أنه هو إهانة لكرامة العراقيين؟ فهي الكرامة ترى مع الاعتذار للكرامة أو للعراقي، هو إحنا نهانينا كرامتنا مهانة، يعني إحنا إلى متى إحنا راح نبقى أنه إحنا مهانين بالكرامة؟ أستاذ اسمح لي، الشغلة أنه التعاون اللي موجود بين الدول الأربع العربية وإيران هو تقوية أو تسليط الضوء على أن الهلال الصفوي هو كقوة دولية ضد مصالح أي دولة خاصة أمريكا زين وحتى الدول العربية زين. فلهذا نشوف انه الـ يعني التعاون اللي تقول انت حضرتك انه هم متعاونين من 2003 الى الان مع ايران ومع سوريا ومع حزب الله ومع العراق ومع اليمن زين، من يجي بشار الاسد يقول انه ترتيب شو راح يشوف؟ يشوف العراق مدمر، سوريا مدمره، اليمن مدمره، يعني شنو هو؟ هو كله عباره عن اتفاقيات يجون يسلمون وما ادري شنو، يقعدون يشربون قهوه ومو ما ادري ايش وياكلون او يطلعون، لا هي منفعه للعراقيين ولا هي منفعه للسوريه ولا هي منفعه للدول العربيه الاخرى. فاحنا بنشوف احنا الواقع الفساد والتدمير اللي موجود. لا. استاذ انا تكلمت في الحلقه السابقه قلت دور هيئه العلماء، احنا دورنا كل إعلامي هو جذب الرأي العام إلى قضيتنا، بس إحنا هذا ما يفيدنا، إحنا يفيدنا القوة،
احنا بدنا نستند على قاعدة اساسية. اريد اشوف واحد من المعارضين من السياسيين العراقيين من يحكي ويقول اكو فساد واكو تدمير واكو خاصة البرلمانيين وخاصة اياد علاوي وهذا فائق الشيخ والبرلمانيين والبرلمانيات من يطلعون يقولون اكو فساد وراحت الثروات واخذوا فلوس من امريكا. يعني شي يبين انه الـ يعني ما شفت واحد يقول والله صحيح احنا عايشين في فساد فلازم نرجع كرامة العراقيين انه نضف الى ويا هيئة العلماء اللي تمثل السنة وهو اكثر شيء هم العراقيين سنة وشيعة الاكثرية اللي موجودين في العراق. ما شفت شيء يقول والله احنا لازم نتفق مع هيئة العلماء. ترى هم هذول ما عندهم اي تفكير في خدمة العراق. العراق انتهى، العراق صاحة للتنافسات الأحزاب وإيران وسوريا واليمن ولبنان. فإحنا ما عندنا أي يعني ما إحنا عبدنا ندمر، إحنا تدمرنا. فإحنا شو نريد نعيد يعني كرامتنا إحنا كسنة والشيعة اللي هسه يقومون عملية إغراقهم بالمياه من قبل إيران والمناطق الجنوبية تدمرت. المتظاهرين في البصرة ما أصلا حتى المجهول ولا دا أسمع عنهم يعني وين صاروا. يعني كلها نتيجة الخوف، نتيجة القمع، نتيجة الاعتقالات، نتيجة التدمير، نتيجة تدمير البيوت مالتهم. زين هذا من فتحوا المي دمروا بساتينهم، دمروا القراهم، دمروا الأبنية. فما بقى شيء بالعراق. انتوا يا عراقيين انتوا شو تستفادون من هذه السلطة السياسية؟ إذا جاء بشار إذا ما جاء بشار هو العراق دمر. فإحنا شلون نريد نقوم به؟ لازم الاتحاد، لازم نعلن أنه النفير العام، لازم أكون عندنا حكومة إنقاذ بالخارج تسندها دولة. إذا أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ أهلا بك. الله يحفظك، تحية لك وتحية للقناة. حياك الله يا حبيبي. بالنسبة للنظام السوري زيارة العراقيين ليس مستغربة. نعم. ليس مستغربة لأنهم كلهم عمر كلهم تحت المجوس الفارس، وهذا قديم من الزمان بالنسبة للنظام السوري. أيام القادسية كان أبوه الكلب مع النظام الإيراني. نعم. ضد العراق. بالنسبة لهذه العصابة بالعراق هي تحب أي دولة كانت لها تاريخ ضد العراق، وهي تمجد أي دولة. الآن الغلوات التابعة من هذا ما يسمى بالحشد الطائفي بالعراق، وهي تمجد زيارة روحاني هذا المجرم، وهي عصابات تدعم الحوثيين وتدعم بس العجيب الرئيس اللبناني ما لازم يجي الرئيس اللبناني. هم كلها زمرة تابعة للنظام الفارسي المجوسي. وتحية لك أبو فيصل من السعودية كان معنا. معنا اتصال أبو حمزة من بغداد، تفضل أبو حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك أخوي أكرم. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. أنا أشكرك على هالبرنامج هذا وعلى قناتكم هذه. حياك الله يا أهلا بك. المتصلين لا تخليهم يتحدثون بالطائفية، لأن احنا تونا خلصنا من الطائفية. الطائفية يحسون على السنة ويحسون على الشيعة ويحسون على هذا، السنة والشيعة أخوان. نعم. بس اللي يزعلوا الطائفية هم السياسيين بالفعل. فخلي يتجنبون شغلة المذاهب ويحسون عن السياسيين، لأنه الشيعة ما لهم ذنب والسنة ما لهم ذنب. نعم. السياسيين جعلوها حتى ينتبهون. نعم. دائما نتكلم عن السياسيين، الجهة المسؤولة عن الطائفية في العراق. لا أنت لا، قبلها أم عبد الله، وقبلها واحد اتصل قبل هذا يا بع الشيعة وعلى الشيعة وعلى الشيعة، وأنا أحكي على السنة وأحكي على الأكراد. وهذا لا احنا ندمر البلد، احنا الناس ندمر البلد. نعم. الواحد يحكي ويحكي على الطائفيه، المفروض تقول له يا بالطائفيه عوفه، انت احكي على السياسيين، السياسيين هم اللي والله نحكي يعني ونقول ونسولف ونتعارك مع الناس يا ابو حمزه، ما نقبل بهذا الحكي. يعني واحد يقول الحشد النجس، وواحد يقول هذا الحشد هو اللي خلى كرامه عد الغربيه. لا ما قال، لا قال ابو المتصل صباح على نعم صباح المتصل القبل قال الحشد غير المقدس، يعني حتى نكون دقيقين بالنقل المعلومه. اقول لك حمل العراق الحشد
انت لا تحكي بالحشد، الحشد الحشد شخص راح قطع دمه، بس السياسي نايم بالخضراء. انت لا تحكي لي عن الحشد. هسه انا اريد اسالك، اريد اسالك ابو حمزه، اريد اسالك اليوم الجماعه الحكومه اطراف بالحكومه متحركين يريدون يستقبلون بشار الاسد في بغداد كزياره رسميه له، شنو رايك؟ بشار الاسد ببغداد؟ نعم. وشنو اللي يعرف شنو اذا اجى بشار شنو يقدمه، شنو اللي يصير؟ نعم. انتم مو احكوا على السياسيين، احكوا السياسيين هم اللي دمروا البلد. ماشي على السنه وعلى الشيعه وهذا ماشي، هو انا اسالك هذا موضوع الحلقه. بس تسمح لي وبعدين هذا موضوع الحلقه، انت ليش هم تحكي ابو حمزه؟ هسه انت ليش معصب؟ انا بدي اسالك، هذا موضوع الحلقة مالتنا. الجماعة ليش يريد يستقبلون بشار الأسد؟ هاي إذا إجا. ما أعتقد يصير هذه. نعم، ما تعتقد الصير. طيب. تمام. أنا أشكرك أبو حمزة من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو عبد الله من بغداد، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك ولقناه الرافدين والساده المشاهدين. حياك الله، ابو عبد الله من لندن. نعم نعم. حياك الله، تفضل. بدي تسال اخ ابو حمزه ليش؟ لا لا ما اريد الرد، ارجوك 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 ابو عبد الله، اني هذا الاسلوب انه يطلع متصل ويجي واحد ثاني عليه وتعال احنا نضيع موضوع الحلقه، ارجوك احنا اليوم عندنا موضوع هم اكثر من موضوع، احنا بدنا نتحول للموضوع الثاني، بس اريد اسالك اليوم الجماعه ببغداد اطراف سياسيه مدعومه من ايران ده ترتب زياره لبشار الاسد، انت شلون تقرا هذه الزياره في حال تمت؟ والله هو المتتبع أخي عمر للأحداث السياسية، يعني بشار أسد تعرف الناس مدنيين خرجوا، يعني خرجوا ناس مدنيين فقتلهم وشرب من ذاك اليوم من يعني من إلى الآن يقتل في الشعب السوري، فهذا رجل أولا يعني غير مرغوب فيه يعني عالميا على الرأي العام إنه مجرم، وحتى استخدم أسلحة محرمة ضد شعبه لكن لم يعاقب إلى الآن، لكن الصراع يعني الصهاينة يعني الأمريكان والغربيين لو كانوا يريدون يغيروا نظام بشار أسد كان غيروا مثل ما غيروا نظام صدام حسين صحيح أم لا، لكنه إلى الآن لم يعاقب بشار أسد، فيعني هناك يعني بشار أسد لم يطلق إلى الآن رصاصة باتجاه هضبة جولان المحتلة يعني ويقتل بشعبه ليل ونهار ولم يعاقب، فهناك يعني من تحت الطاولة هناك اتفاق مع الإيرانيين والإيرانيين يعني هم يعني أقروا أنهم ساعدوا الغزو الأمريكي في اجتياح العراق، هم يعني مشاركين في قتل وتشييد العراقيين، فهم بكل تأكيد هناك اتفاقيات مع بشار يأتي لأن هو يعني من أولادهم من أبنائهم، لكن أنا مثل ما قلت يعني إلى الأمس القريب كانوا المسؤولين العراقيين كانوا يتهمون بشار أسد إنه يرسل إرهابيين وهناك التفجيرات إنه يأتي من نظام بشار من سوريا، لكن لماذا الآن يرحب لماذا الآن هو يعني يريد أن يأتي للعراق، فهنا هنا المفارقة، والشيء الغريب إنهم يعني يربطون نفسهم عقائديا
بأهل البيت وأنهم مظلومية حسين، فهذا ظالم، لماذا يأتي إلى بلد يعني يقتل شعبه ومشارك مع هؤلاء؟ ما هو بوكيتها أيام نور المالكي راد يرفع قضية على نظام بشار الأسد في مجلس الأمين لأن بشار يدز إرهابيين ويدز مفخخات في ذلك الوقت. بعدين لما صارت المظاهرات في سوريا أول من دعم بشار بعد إيران هو نور المالكي، فهذا التناقض يعني مثل ما تفضلت به الجماعة شو تقول إيران هم وراها. وقال هالمالكي قال إذا سقط نظام بشار إحنا الدور جاي علينا. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا، معنا اتصال أم أزهار من بغداد، فضلني أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى بشار الأسد وجيته إلى العراق، إحنا شحصنا من حكومتنا هاي الإيرانية حتى يجينا بشار الأسد اللي هو هو ضد العراقيين، والمالكي ودور المالكي هو دعم بشار الأسد ودز له جيش يحارب الشعب، الشعب المسكين، الشعب السوري مسكين وشعب العراقي مسكين أكثر، ولكن من يقود هذول الشعب السوري ومن يقود الشعب العراقي؟ الشعب العراقي يقودون الإيرانيين المليانين حقد من هذا العمر للخزعلي إلى المالكي إلى كل الإجوب من شكولات، والشعب السوري يدعم الحوثيين وإلى آخره من خسالات الموجودين مع حزب الله وغيره، فيعني الشعب بين مظلومين. فاحنا شو سوي بزيارة هذا؟ وأصور ما حد، إذا أكو شعب، إذا أكو شعب يستيقظ من صدق ما يقبل أي زيارة لا للروحاني ولا الأسد ولا هاي خسالات إيران كلها. يو أكو شعب يناهض من صدق يبقى يفكر يقول إحنا ليش تدمرنا؟ إحنا ليش المياه هتشخذتنا؟ إحنا ليش شعبنا مات؟ إحنا ليش أطفالنا سيبت؟ إحنا ليه بعدنا حزانة على كارثة الموصل؟ وهذول يفكرون بزيارة وعقب وصفقات وكل هالمصالحهم، هم مصالحهم الشخصية مو مصالح الشعب العراقي. وهم سووا للشعب العراقي، هل انت انجزوا شيء لهم؟ هل صح المستشفيات مليانة كلها امراض من الحفالات من الجراثيم والفيران، والمدارس بطلوا، والناس بطلوا تروح المدارس اذا هم ماكو تعليم مثل الاواجب، والناس قامت اكثر اهل البصره بالذات، اهل البصره قاموا يرحلون من البصره لقساوه الحشد هناك عليهم. نعم. انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال علي البرزنشي من بغداد، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون تقرا هاي الزياره المفترضه اذا تمت؟ علي عمر بال2002 نهايات 2002 نعم قبل الاحتلال اجاني عماد الباتشي اللي هو اخو عدنان الباتشي اللي اشتركوا من شام مجلس الحكم. نعم. قال لي علي بعد 6 شهور راح تحتل امريكا العراق. وبعد كم سنة راح تصير ثورة سوريا وراح يصير فشي بسوريا وراح تتهجر، راح يتهجر السوريين والعراقيين كذا راح يصير فيهم، كل شيء كانوا يعرفون. نعم. كل شيء كانوا يعرفون، خطة محطوطة من 20 سنة على العراق وعلى سوريا وعلى لبنان وعلى المنطقة العربية كلها. نعم. كل شيء كانوا يعرفون. زين هذا بشار الأسد اللي قتل السوريين وهجرهم، ملايين السوريين قتلهم وهجرهم ودمر سوريا. زين هو ما يختلف عن قادتنا وعن سياسيين اللي قتلوا العراقيين وهجروهم. نعم. ودمروا العراق. زين وضيعوا أموال البلد وضيعوا اقتصاده وضيعوا تعليمه وضيعوا شبابنا وضيعوا كل شيء. ما يختلفون عن بعض، مجرمين، شلة. نعم. مجرمين. وإحنا العراق هو صاير الكنترول اللي بالنص بين سوريا وبين لبنان وبين إيران، يعني هم ملتقاهم صار يجي
بالعراق، احنا الكنترول صرنا. يعني ابو ايران يجي عندنا، ابو سوريا يجي عندنا، باكر راح نشوف حسن نصر الله بعد يجي عندنا. نعم. ماكو مشكله، احنا اللي ننظم، احنا المنظمين صرنا. احنا اللي ننظم اداره عملياتهم. بمناسبه انه احنا عندنا الفلوس واحنا الناس اللي عندنا النفط والاموال وكذا، فكل هذا طبعا من جيبنا احنا. نعم، يعني اعتقد ليست اراده من قبل الحكومه او ذكاء منها، ولكن يعني واضح انهم بحسب المعلومات المسربه انه ايران قايل للفالح الفياض رتبنا هاي الزياره لاعطاء غطاء ودعم لنظام الاسد. احنا فلوسنا مو لنا احنا. نعم. اقتصادنا مو لنا. انا قبل يمكن قبل عشر سنين التقيت ويا احد مدراء شركات النفط في دبي الايرانيين، زين، واحد من اكبر تجار النفط في ايران وفي دبي، تمام. هذا نعم. قال لي من زمان، قال لي ليش باب العراق لكم؟ قلت له شلون يعني؟ قال لي العراق مو لكم، زين، قال لي العراق مو لكم، هذا مو عراقكم. قال لي فيا عزيزي احنا لا فلوسنا ان ولا عرضنا ان هذا جاي بشار الاسد اذا يجي ابو ايران اذا يجي، هذا كله لتغيير ديموغرافيه والارض العراقيه في العراق. نعم. دون يعيرنون المناطق السنيه ويعيرنون العراقيين ويغيرون توزيع الديموغرافيه العراقيه والديموغرافيه السوريه، وهذا كله طبعا في مصلحه منه، في مصلحه جهه انا ما اريد اذكرها لانه الجهه هاي كل ما اذكرها تصير لي مشاكل. زين، من الجهه ايران، هي ايران اكو غير ايران. نعم، أنا أشكرك علي البرزنتشي من بغداد كان معنا. معنا اتصال أبو جواد من القادسية، تفضل. ألو. تفضل أبو جواد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهل بيك. أقول لك هاي بالنسبة لزيارة بشار، على أساس أنه راح يجي خلال شهرين، على أساس هاي مرتبه من الدب الاكبر الاقدم من اجى روحاني لهنا. نعم. ومرتبه وراح من وراها راح سوريا، هم رتبها هناك واجى راح يجي بشار الاسد. نعم. لكن يعني هم متفقين، هم وحده، هم كلهم وحده. نعم. شو يريدون من هاي الزياره برايك؟ شو تريد ايران او الاطراف المتصله بايران؟ شو تقدم البشار بهاي الزياره؟ شو تقدم ضد العرب وضد امريكا وهاي الشغلات اللي يتبطعون بها مباطح. نعم. ليش احنا سياستنا الخارجيه دائما ابو جوار تلاحظ دائما مقلقه، دائما يعني اكو مشاكل ويا دول الجوار؟ يعني مدى نشوف فد يوم انه العراق دا يلعب دور ايجابي من العام 2003 لغايه الان، او انه مثلا السياسه الخارجيه نجحت على مستوى مواطنين بالخارج، حسن نوعيه جوازه، شو بس يجيب المشاكل ويعطي دعم لميليشيات ويعقد مؤتمر الحوثيين ومؤتمر كشمير؟ هي خارجيه مؤلفه من الميليشيات من الفيلق القدس، منين هو؟ هم من عمار ورب عمار، منين هي خارجية؟ خارجية شنو؟ خارجية طلعت من الحكومة، من لبة الحكومة؟ لا، أحزاب، حط روح انت هناك روح اقعد هناك. نعم. ماكو عندنا حكومة صحيحة حاكمة بالبلد، كلها أحزاب. لكن شو المن تروح؟ شو تسوي؟ شعب ميت يطلع راسه يطقوا على راسه. نعم. يخطفوه ويقتلوه. من اللي يتحرك؟ لا دولة تجينا وتدعم وتطب وتشوف شو يطلع لها. الله وكيلك كلها تطلع ضد الدولة. نعم. أنا أشكرك أبو جواد من القادسية كان معنا. معنا اتصال أم زمزم من بغداد. تفضلي أم زمزم. تحياتنا لحضرتك أستاذ عمر، عفوا، والكادر القناة والمشاهدين. أهلا وسهلا.
الأستاذ عمر، بشار الأسد مجرم قاتل، قتل أبناء شعبه، جميع العالم ينعتوه بالمجرم القاتل. ينطبق وهو رح يجي للعراق فينطبق عليهم المثل اللي يقول وافق شن طبقه، لأن جماعتنا هم يشوفوه هم قتله، قتلوا أبناء شعبهم، هجروهم، دمروهم، فينطبق عليه المثل وافق شن طبقه. استاذ، وهي هسه بعد زيارة روحاني للعراق، وفد عسكري رئيس الأركان العراقي ووزير الدفاع الإيراني ووزير الدفاع السوري اجتمعوا في بغداد، وذولا ثلاثتهم راحوا قابلوا بشار الأسد، قابلوه مع الأسف، مع الأسف السيد رئيس الأركان العراقي العسكري، مع الأسف يا سيدنا. أتصور عثمان الغانمي تقابل بشار الأسد، لأن كل اللي لأن مع الأسف تقابله، لأن اللي هو مجرم واللي قابله هم مجرم مثله، هذا دمر شعبه استاذ. والروحاني من اجى للعراق، من اجى للعراق هو السكرتير ماله والوزير الخارجيه راحوا يقابلون السيد السيستاني، واحد المسؤولين راد يدخل وياهم فما قبلوا، بس دخلوا ذول الثلاثه الى السيد السيستاني. وروحاني طلب من السيستاني، طلب منه ان يضع فتوى على مود الحصار الأمريكي عليهم، فظهر السيد السيستاني رفض هاي الشغلة، ما قبل ينطي فتوى. ما الحكومة تقدم دعم وتقول لك إحنا واقفين مع إيران ضد العقوبات. نعم، أنا أشكرك أم زمزم، أشكرك أم زمزم من بغداد، كانت معنا اتصال أبو عمر من الموصل. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمور شلون صحتك؟ حياك الله يا أهلا بيك. الله يحفظك، يعني ما يحتاج إنه احنا نعرف كل الديناي حكومه شيعيه، يعني مبينه ذيك شيعيه، اذا بشار الاسد ما يستقبل ولا من يستقبلون؟ يعني الحكومه ذا شيعيه فما مقدمه شيء للشيعه، مقدمه لجماعتها، نعم هي بالاسم شيعيه حبيبي عماري، مقدمه بس مقدمه شيء للشيعه بشكل عام، ما مقدمه. رئيس البرلمان عندك يقول لك احنا جاي من واجهه سنيه، برهم صالح يقول لك أنا جاي من واجهة كردية، وعادل عبد المهدي يقول لك والله أنا شيعي، وهاي حصت رئاسة الوزراء. حبيبي عمالي، نعم. بيت ديك يا حكومة إيرانية، الله يخليك، هو بشار الأسد قليل اللي سواه في سوريا وأطفال سوريا. بالضبط، هو بشار الأسد دمر سوريا، وش قتل؟ قتل السنة لو قتل الشيعة، الله يرضى عنه. نعم. يعني بين ديك يا أوضح من الشمس، يعني بشار الأسد أتمنى. نعم. الله يرضى. أبو عمر شوف، الأمر واضح، الأمر صار على المكشوف، يعني اللي صار مثلاً بالعراق واللي صار بسوريا من سياسة إيران ودعمها لبشار الأسد ودعمها للميليشيات في العراق ضد أهل السنة، هذا أمر واضح ومعروف، والتغيير الديموغرافي جاري على قدم وساق إن كان في العراق أو في سوريا، هذا أمر معروف. تمام أستاذ. نعم. عمر الله يرضى عنك، يعني أوضح لك الصورة، يعني أنا من الموصل، أزيز شيء القتل اللي صار التحرير الموصل اللي حرره، يعني يقولون الحشد لو ما حرره الموصل كان السنة، هي السنة بادت عمي. نعم. الطيارة تضرب بيوت، الجثث جوا البيوت لحدنا المنطقة القديمة، الله يرضى عنك أستاذ عمر، يعني شو أقول لك، حالة يسألها والله، أزيز شيء راحت بيها السنة، شو ما راح بيها شيعي، شو ما راح بيها مسيحي، شو ما راح بيها يزيدي، بس السنة أخي مستهدفين بهذا العراق، وشون يستقبلوك بشار الأسد؟ نعم. أسد دول قتلوا قليل، أطفال أخي راحت، أخي يعني أش أقول لك، مساجد تدمرت، بس نحن حكومتنا تعبانة، حكومة إيرانية، يعني إيرانية مو شو من شان، ليش بك صدام حسين ما راحت لنا؟ نعم، أنا أشكرك أبو عمر من الموصل، أبو عمر من الموصل كان معنا. خلينا نقرأ رسالة واتساب، يقول أي شخصية مهما كان نفوذها وحجمها ومركزها في الحكومات التابعة لإيران ليس لها أي تصريح أو نفوذ، ما هي إلا مجموعة فساد أو حتى محسوبية لا تقبل مهما كان لها أي علاقات. فالح الفياض يريد أن يستند، يقول على قاعدة جماهيرية لحصته بالداخلية. نعم، يقول السلام عليكم، يقول الأحزاب الفاسدة والعميلة هي صاحبة القرار في الدولة، وهي أعلى من سلطة القانون، هي تضع الوزارات والمناصب حسب مزاجها، ولا أسألك بالله الحكومة صار لها سنة ما صورت على 4 وزارات لغاية الآن، وأسألك بالله، يقول
وألا أسألك بالله يقول. مساء الخير أخي عمر، ما هو الجديد؟ فقد سبق زار العراق روحاني وحالي الأسد، فقد أصبح العراق مسرحا لكل من هب ودب وضيعا من ضياع إيران وتحت أمرتهم العملاء الذين يقودون الحكم في العراق. خلونا في آخر دقائق نعرض الصور لأحد الشخصيات الكردية من محافظة السليمانية اللي وقف مع النازحين، واليوم زار قضاء القرمة في محافظة الأنبار. نشوف الصور نعرضها وإحنا نتكلم. هذه الصور للشخص، نعم هذا اللي واقف في النص. طبعا هو ترحيب كبير كان في قضاء القرمة بمحافظة الأنبار بالمواطن الكردي من شمشمال، المواطن اسمه كاك فارس من شمشمال، كانت له مواقف مشرفة مع كافة النازحين العرب في قضاء شمشمال، واليوم جاء رد الجميل ولو بشيء بسيط من خلال استقباله في القرمة. هذه أحدى صور يعني توحد العراقيين وهذا العراقي الأصيل بالفعل. نعم هناك طائفية اختلقها السياسيين وجابها المحتل، ولكن في نفس الوقت هناك الأغلبية في العراق مع وحدة العراق ومع تعايش العراقيين في بلد واحد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.